صمويل الثاني 21. وكان في جوع في أيام داود 3 سنين سنة بعد سنة. فطلب داود وش الرب، فقال الرب هو عشان خاطر شاول وعشان بيت الدم لأنه قتل الجبعونيين. فنده الملك الجبعونيين وكلمهم، والجبعونيين ما هماش من ولاد إسرائيل لكن من بقايا الأموريين، وحلف لهم ولاد إسرائيل. وطلب شاول أنه يقتلهم لأجل غيرته على ولاد إسرائيل ويهوذا. فقال داود للجبعونيين أعمل لكم إيه وبإيه أكفر فتباركوا نصيب الرب؟ فقال له الجبعونيين ملناش فضة ولا ذهب عند شاول ولا عند بيته، وملناش أننا نموت حد في إسرائيل. فقال مهما قلتوا أعمله لكم. فقالوا للملك الراجل اللي فنانا واللي تآمر علينا عشان يبدنا عشان ما نسكنش في كل حدود إسرائيل، نتعطي 7 رجالة من ولاده فنصلبهم للرب بجبعة شاول اللي اختار الرب. فقال الملك أنا أدي وصاب ما في بوشس ابن يوناثان ابن شاول على الملك عشان خاطر حلفان الرب اللي بين داود ويوناثان ابن شاول. فأخذ الملك الولدين بتوع رصفة بنت أيا اللي خلفتهم لشاول أرموني وما في بوشس، والولاد الخمسة بتوع ميكيل بنت شاول اللي خلفتهم لعزرائيل ابن برزلاي المحولي، وسلمهم لإيد الجبعونيين فصلبوهم مع الجبل قدام الرب. فوقع 7 مع بعض وتقتلوا في أيام الحصاد في أولها في بداية حصاد الشعير. فخدت رصفة بنت أيا خيش وفرشته لنفسها على الصخر من بداية الحصاد لحد ما تصبت عليهم المية من السماء، وما سابتش طيور السماء تنزل عليهم في النهار ولا حيوانات الغيط بالليل. فبلغ داود باللي عملته رصفة بنت أيا الزوجة الثانوية بتاعت شاول. فراح داود وخد عظم شاول وعظم يوناثان ابنه من أهل يبيش جلعاد اللي سرقوه من شارع بيتشان مكان معلقهم الفلسطينيين يوم ما ضرب الفلسطينيين شاول في جلبوع. فطلع من هناك عظم شاول وعظم يوناثان ابنه وجمعوا عظم المصلوبين ودفنوا عظم شاول ويوناثان ابنه في أرض بنيامين في صيلة فقبر قيس أبوه، وعملوا كل اللي أمر به الملك. وبعد كده استجاب الله عشان خاطر الأرض. وكان في كمان حرب بين الفلسطينيين وإسرائيل، فنزل داود والعبيد بتوعه معاه وحاربوا الفلسطينيين. فتعب داود ويش بنوب اللي من أولاد رافا، ووزن الرمح بتاعه 300 شاقل نحاس حوالي 3.5 كيلو، وهو لابس سيف جديد فكر انه يقتل داود. فنجدوا أبي شيء ابن صروية فضرب الفلسطيني وقتله. وقتها حلف رجال داود له وقاله ما تخرجش تاني معنا للحرب وما تطفيش فانوس إسرائيل. بعدين بعد كده كانت في حرب تانية بجوب مع الفلسطينيين، وقتها سبكاي الحوشي قتل سيف اللي هو من أولاد رافا. بعدين كانت في تاني حرب بجوب مع الفلسطينيين، فالحنان ابن يعري أرجيم اللي من بيت لحم قتل أخو جلياط الجتي، وكانت قصبة الرمح بتاعه زي نول النساجين. وكان تاني في حرب بجت، وكان في راجل طويل صوابع ايديه الاثنين 6 وصوابع رجليه الاثنين 6 عددهم 24، وهو كمان اتولد لرافا. ولما عير اسرائيل ضربوا يوناثان ابن شمعي اخو داود، الاربعه دول اتولدوا لرافا بجت ووقعوا بايد داود وبايد العبيد بتوعه.